سمحت الأستاذ عبد الفتاح ويثير نقطة مهمة تتعلق بتجاوز حاجز أو إحساس هذا الخوف، كيف نفهم هذه القدرة على الصحراويين في مواصلة هذا الاحتجاز رغم هذه الاحتجاجات، رغم معاناتهم طويلا من الخروقات الممارسة ضدهم؟ هذه الاحتجاجات الواقعة اليوم في مخيمات تندوف هي ليست وليدة لحظة، هي وليدة أزمة تتعمق يوم على يوم، لأن مقاطع الفيديو التي نتوصل بها من هناك وكذا نداءات الاستغاثة التي يرفعها أهالي بعض المحتجزين في البوليزاريو لا سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مختلف المنظمات الدولية يؤكد أن الوضع وصل إلى مراحل الاحتقان غير مسبوق، أن كاين حالة تمرد كبرى في المخيمات، وصلت إلى اصطدامات، إلى احتراق أماكن ما يسمى بدرك البوليزاريو. ما الذي يبرر هذه الاحتجاجات سيد الغمام؟ كيف نفهمها من ناحية النفسية؟ الأزمة من ناحية النفسية هي نتيجة سياق عام دولي وأزمة داخلية في الجزائر. يعني السياق العام الدولي يعني أصبحت هناك صعوبة كبيرة في التمويل وصعوبة كبيرة في وصول المساعدات إلى الساكنين المحتجزين، بالإضافة إلى الأزمة داخل الأطراف الجزائرية، حيث أننا نعلم جميعا بأن القسم الجزائري ما بين العسكر وما بين الجناح السياسي وما بداخل العسكر نفسه، وبالتالي هذه التقاطبات وهذه التحالفات وهذه المنقسمات داخل الجزائر كيكون انعكاس دائما مباشر عليها، لأن بما أن الجزائر هي الممول والمصدر الوحيد والأوحد للتمويل ما يسمى بالبوليزاريو، هذه النتيجة تتبان في الأزمة، لأن اشتداد هذا الاختناق قلت هو نتيجة الأزمة، لأن المساعدات الغذائية الإنسانية للساكنة قلت، المسؤولين الذين كانوا يتاجرون بهذه المساعدات أصبحت لديهم أزمة بحيث أنه لم يعد يتوصلون بأي مساعدات، الدول التي أعادت النظر في مواقفها بخصوص وحدتنا الترابية يعني تراجعت بشكل كبير على مسألة هذه المساعدات، وبالتالي الأزمة، الجوع، الفقر داخل مخيمات البوليزاريو، الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، الحاجة إلى العيش الكريم، هي هذه كل عوامل تؤدي إلى تزكية هذا الاحتقان والاشتعال الأزمة، وأعتقد بأن هذا ما وصلت إليه اليوم الأزمة في مخيمات تندوف هو غير مسبوق تماما، لأن اعتقالات وكما شرح الأستاذ عبد الفتاح اعتداءات على يعني بشكل عشوائي سواء على النساء، الأطفال، أو جميع شرائح المحتجزين المتواجدين بالمخيمات، وبالتالي الاحتقان هو مستمر، وهذا التلاعب بهذه المساعدات هو ليس بدوره وليد اليوم، لأن لا ننسى جميعا التقرير الذي أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تابع للاتحاد الأوروبي سنة 2015، منذ 2015 الاتحاد الأوروبي اقتنع بأن هناك تلاعبات كبيرة في المساعدات الموجهة إلى الساكنة، وتقارير دولية أخرى، تقارير تفتيش المفوضية الأمم المتحدة للاجئين من 2010 إلى 2020 يعني وجدوا أن بعض السلع التي تم توجيهها إلى ساكنة تندوف تباع بالتقسيط في موريتانيا وتتواجد في الجزائر، وبالتالي ليس هناك تقرير واحد فقط، التقرير الأول، التقرير الثاني، التقرير الثالث للأمين العام الأمم المتحدة سنة 2021 لفت الانتباه لأن هناك اختلاس في الأموال والمساعدات. سنرجع إذا